المرأة المصرية أثرها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثماراتها وهديتها للحياة. ولا شغلة من اللي اشتغلتها كان فيها وسايط. في كل البروسس من أول ما بيقول يلا أنا هسافر لحد ما أنا عايز استورد مدخلات إنتاج علشان أعرف أصنع بساعده. تقدم خدمة حكومية بمهارات بكواليفيكيشن القطاع الخاص. الناس متخيلة ان شغلانتنا سهلة وان انا بسافر بتفسح. انا على فكرة ما بتفسحش، انا ساعات ما بقيش وقت اكل. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان اللي بنقدم من خلاله لحضراتكم في شهر رمضان المبارك قصص كفاح ونجاح سيدات من مصر. بطلة حلقتنا النهاردة هي السيدة مي محمد حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وده واحد من أكبر المجالس التصديرية على الإطلاق في مصر، لأن فيه شتى أنواع الصناعات الهندسية، ويكفي أنها نجحت في قيادة هذا القطاع لتحقيق صادرات بقيمة 4,400,000,000 دولار. إنجاز حقيقي. خليكم معنا. السيدة مي محمد حلمي هي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، يعني دينامو الصادرات المصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية والإلكترونية والطبية والسيارات والأوتوبيسات وأواني الطهي وتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع المعدات والآلات والأدوات الكهربائية وكمان الكابلات والأساسات المعدنية وغيرها، يعني مجلس بالغ الصعوبة ومتشعب، والمصانع والشركات التابعة ليه ملهاش أول من آخر. رغم كده نجحت السيدة مي محمد حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية في قيادة كل قطاعات الصناعات الهندسية لتحقيق صادرات بقيمة 4,400,000,000 دولار ده خلال العام 2023، وبيتحركوا في المجلس التصديري للصناعات الهندسية بقوة لكسر حاجز 5,000,000,000 دولار صادرات ده خلال العام 2024. قولوا يا رب. وبالمناسبة السيدة مي محمد حلمي نشأت في محافظة اسكندرية وتحديداً منطقة رشدي على الكورنيش، يعني اسكندرانية جدعة باختصار. ووالدها هو القبطان البحري محمد حلمي، مدير ميناء الدمام والجبيل سابقاً في المملكة العربية السعودية، وأستاذ علوم البحار واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. أما والدتها فهي المهندسة الزراعية توحيدة محسب. باختصار هي نشأت في أسرة مصرية صميمة ومستقرة ومترابطة لأقصى حد. تخرجت السيدة مي محمد حلمي في كلية التجارة الإنجليزي بجامعة اسكندرية سنة 2002، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف في إنجلترا سنة 2017، ده في التسويق الدولي.
أما حياتها العملية فبدأت وعمرها 22 سنة لما اشتغلت في جمعية رجال الأعمال في محافظة إسكندرية. تعالوا نكمل معاها الحكاية. أستاذة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، واحد من أقوى المجالس التصديرية في مصر. حققت صادرات بحوالي 4,400,000,000 دولار في سنة 2023، يعني بتشاركوا بقوة في خطة الوصول بصادرات مصر ل 100 مليار دولار. وعدتنا وعد قبل ما نبدأ تسجيل إن احنا هنوصل ل 6 و7 مليار دولار، صح ولا لا؟ صح. وقلتنا المؤشرات في يناير بتزيد 25% يناير 2024 عن يناير 2023، كلها مؤشرات جيدة جدا. عملت مجهود عظيم، حياتك كلها مراحل عديدة جدا. عايز اسمع حكاية مي حلمي، ازاي وصلت لهنا؟ انا مي حلمي، عندي 43 سنة، انا اصلا من اسكندرية، تخرجت من جامعة اسكندرية تجارة انجليش سنة 2002، وبعد كده عملت ماسترز انترناشنال ماركتينج في كارديف يونيفرسيتي في انجلترا. اول شغل ليا كان في جمعية رجال اعمال اسكندرية، كنت بتعامل مع كبار رجال الاعمال في اسكندرية وتعلمت يعني ايه بزنس. مين كان وصيك عشان تتولي هذا المنصب؟ لا ربنا، ما انا ولا شغلة من اللي اشتغلتها كان فيها وسايط. قعدت فيها سنة اتعلمت فيها كتير جدا، وبعدين فتح في الإسكندرية معونة اتحاد أوروبي مركز تحديث صناعة الـ IMC. طبعا انضمام لمشروع تبع الاتحاد الأوروبي دي نقلة كبيرة، نقلة كبيرة، بقى طفلة عندها 24 سنة أو كان عندها 23 سنة تروح تشتغل في معونة اتحاد أوروبي في إسكندرية، كنت محظوظة جدا. اتعلمت بقى على ايد اجانب وترينينج كورسز في كل المجالات، فكنت بدخل في جميع المجالات دي، اتعلمت كتير جدا وقتها. 2006 جوزت وجيت القاهره، اتنقلت القاهره، اشتغلت في سمارت فيليجز كومباني، الشركه الناشئه اللي بتعمل العمل القريه الذكيه، شركه القريه الذكيه ولا اي حاجه. دي كانت الدوله مباشره. كنت قاعده في تحديث صناعه وكنت خلاص هروح القاهره ومش عايزه اقعد في البيت. بعت السي في، لقيت استاذه فتينات نصير بتكلمني، تعالي انترفيو. رحت انترفيو ومعرفش ولا بني ادم هناك. في الفتره دي او في السنوات دي كان العصر الذهبي للقريه الذكيه جدا، وكانت اقول ايه ملقى في الزيارات الدولية جدا. يعني كان رئيس الوزراء وقتها او الحكومة وقتها اي حد جاي من بره ركب طيارة جاي نازل على مصر اطلع كارز جاي اتفرج عليه. كنت مسؤول عن ده؟ كنت مسؤول عن كل ده، وكنا بنعمل تور باوتوبيس وندخل الناس شركات معينة، كنا بنوريهم مايكروسوفت وانتل وان مصر قادرة انها تبقى هاب، انها تبقى زي السيليكون فالي. عملنا اول حي مالي في مصر، الفاينانشال ديستريكت في القرية الذكية. كانت قصة نجاح، وتعلمت، قعدت معهم 11 سنة، اتعلمت على ايد ناس يعني لهم الفضل في اللي انا وصلت له، مهندس عمرو ابو عالم، استاذ احمد نعيم، دكتور عادل دانش، كلها اسماء كبيره جدا. انا اشتغلت مع ناس محترمه بس جدا. انت برضو مخلصه في عملك يعني، الحمد لله. محظوظه، ولكن انا بحب شغلي في القريه الذكيه. مدار 11 سنه اشتغلت حاجات كتير، اشتغلت مسؤول عن الزيارات، مسكت الماركتينج شويه، مسكت السي اس ار، مسكت البي ار، مسكت الحفلات والمؤتمرات، وازاي نعمل كوميونتي، نخلق كوميونتي ومجتمع داخل القريه الذكيه. حاولنا نعمل سي او كوكتيل بحيث ان سي اوز كل الشركات دي، اتصالات وفودافون وموبينيل ومايكروسوفت، نحاول نخلق جو العيله في القريه الذكيه. من القريه الذكيه ومرحله الزواج، صح كده؟ صح كده. والانتقال للقاهره، وسايبه اسكندريه وسايبه بابا وسايبه ماما، فيلم كبير جدا، وجيت هنا القاهره. الحياه كانت صعبه سهله؟ مش صعبه، بس كانت نص نص. بمعنى برضو من غير وجود امي جنبي ومن غير وجود ابويا وزوج. مهندسه زراعيه توحيده محسن، طبعا لك الف تحيه، انت مهندسه زراعيه يعني فوق الراس. وانا لو انا وصلت لاي حاجه النهارده هو بفضل ليها طبعا. ربنا يديها الصحه. والدك توفى الله في 2000؟ انا بابا توفى 2017 مع الاسف. 2017. بابا طبعا ده كان نور عينيا وكان سندي وظهري، والدنيا اختلفت بعديه يعني. ازاي؟ في بيفور وان افتر. كنت بتلاقيه ولا البحر كان واخده دايما كقبطان؟ وانا صغيره ما كانش موجود، كانت ماما بس، لانه كان بيشتغل في السعوديه، وانا كنت في مدرسه رهبات، واخويا كان في EBS، فما كانش بابا موجود، كنت بشوفه يمكن مرتين ثلاثه في السنه. كانت ماما اللي شايله الحمل كله بتاع انا واخويا. لما كبرت وهو كبر معاش، لا كان عايش يعني كل فتره الجامعه بابا كان هنا. لا وجوده في البيت بيفرق، كان بيشتغل في الأكاديمية، بيجي الساعة 5 بيجي الساعة 6، بيسافر حبة صغيرين، لا متواجد. أنا من أسعد لحظات حياتي لما بكون في المصانع وبشوف خطوط الإنتاج. ساعديني يا مدام مي، أنا كده هخرج من إكسا عشان يبقى واقف على المسرح ياخد جايزة إكسا.
خلي بال حضراتكم من أكتر القطاعات المقربة إلى قلب مي محمد حلمي في قطاع الصناعات الهندسية اللي بتشغل منصب المدير التنفيذي لمجلسه التصديري، هو قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات الطبية. هي اشتغلت في شركة كبرى اسمها انفورما، هذه الشركة متخصصة على مستوى العالم في تنظيم المعارض، وكانت مسؤولة في انفورما عن القطاع الطبي وقربت منه جدا وشافت نجاحات هذا القطاع اللي في النهاية بينتمي إلى القطاع الهندسي. ملاحظة مهمة، المجلس التصديري للصناعات الهندسية موقعه على النيل مباشرة في مبنى أركيديا، ورغم كده اختارت السيدة مي محمد حلمي مكتب صغير جدا لنفسها، وده لفت انتباهنا. ولما سألناها ليه اختارت المكان ده وما اختارتش مكتب على النيل مباشرة، قالت المشهد ده لازم يشوفه كل زائر للمجلس وخصوصا الأجانب من رؤساء الشركات العالمية والخبراء عشان يفهموا قيمة مصر ومدى عظمتها. كملت ازاي لغايه ما وصلت هنا؟ عايز اعرف المنصب بتاعك ده مش سهل. خلينا نقول قولا واحدا، منصبك كمدير تنفيذي لمجلس تصديري مصري ده مش سهل ابدا، وبتتدخل في ترشيحات ووسائط كتير جدا، ومش اي حد بيمسك المنصب ده. عشان كده انا مصر الناس تفهم انت وصلت هنا ازاي. أنا في 2018 بعد وفاة بابايا وكنت خلفت بنتي التانية، الدنيا كلها اتلخبطت وحصل تغيير في الإدارة في القرية الذكية، فأنا قررت أن أنا أمشي مع مديريني اللي أنا ابتديت معاهم، هم مشيوا أنا قررت أمشي معاهم، وكانت دي نقطة الرجوع تاني للتجارة والصناعة. طبعا كان عندي باك جراوند شوية من جمعية رجال أعمال ومركز تحديث صناعة لما كان اتحاد أوروبي، سبتهم في النص 11 سنة، رجعت على هيئة تنمية صادرات. وقتها كان معالي الوزير طارق قبيل قرر ان هو مصر تستحق ان يبقى عندها هيئة تنمية صادرات متطورة ومحترمة زي باقي البلاد، وقرر ان هو ينقل ملف المعارض الدولية من هيئة المعارض لهيئة تنمية صادرات، عين أستاذة شيرين الشرباجي وهي كونت فريق من القطاع الخاص، بحيث ان هيئة تنمية الصادرات دي هيئة حكومية، فهي كانت عايزة تقدم خدمة حكومية بمهارات بكواليفيكيشن القطاع الخاص، فعينت ده وقت ما خدتوا المعارض. ايوه 2018. كنت مسؤولة عن قطاع ايه؟ كنت ماسكة القطاع الكيماوي والطبي. في السن ده؟ في السن ده. يعني تاخد شركات اقل شركة بخمسة ستة مليار جنيه وانت لسه 27-28 سنة. القطاع الكيماوي ده كان اكبر قطاع وقتها كصادرات وما زال كيماويات الأسمدة، ده حقيقة. طبعا. وقطاع الطبي قطاع عظيم جدا، وقطاع الطبي قطاع عظيم، ودخلت له معارض جديدة وعملت علاقات من أقرب القطاعات إلى قلبي هو القطاع الطبي. لما تعينت السيدة مي حلمي في شهر مايو سنة 2020 في منصب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، الموضوع بالنسبة لها ما كانش سهل. هي وقتها كانت بتشتغل في شركة انفورما العالمية لتنظيم المعارض، تخيلوا مسؤول عن تنظيم وإدارة 500 معرض عالمي. أما في المجلس التصديري للصناعات الهندسية فالموضوع مختلف جملة وتفصيلا، لأن السيدة مي حلمي كان مطلوب منها تتعامل مع مؤسسات حكومية وجهات مانحة وسفارات وغرف تجارية، بخلاف صناعات تقيلة يمكن لأول مرة تسمع عنها، مسؤولية ضخمة بجد. بعد انفورما ايه اللي حصل؟ بعد انفورما في 2020 حصلت الجائحة كورونا، وابتدى يبقى في شوية الدنيا هديت، معارض وسفر وكارانتين، يعني حجر صحي. حجر صحي، وجالي ظهر ساعتها المجلس. ثانية واحدة، ولا أنا هنا واقفة، انت في شركة عالمية بتقبضي مرتب اكيد اكيد اعلى من هنا مليون في المية. صح. علاقاتي دولية جدا، باخد الشركات المصرية وبجري بيهم في معارض دولية او بنظم لهم معارض هنا في مصر على اعلى مستوى. صح. وفجأة شكرا انا رايحة ارجع تاني الحكومة عشان خاطر ابقى داخل وزارة، في ايه اللي بيحصل لي؟ قرار كان صعب، كان شالنج، حبيت الشالنج. بنت القطاع الخاص الشالنج اكبر وبخدم ناس اكتر، والقطاع الهندسي 21 سب سيكتور تحت الانجينيرنج. يا كان بالنسبه لي شالنج عايز اخدها. ما تفهمينا كده، يعني قطاع هندسي
هندسي يعني أجهزة منزلية، يعني أدوات كهربائية، يعني كل ما يخص قطاع الكهرباء سواء كابلات، ترانسفورمرز، جينيريترز، كل المكن، كل ده هندسية. أنت دخلت كل المصانع دي؟ دخلت من كل سب سيكتور، دخلت مصنع. ما أقدرش أدعي أن أنا دخلت مصانع مصر كلها. وعلى فكرة أنا من أسعد لحظات حياتي لما بكون في المصانع وبشوف خطوط الإنتاج. لما توليتي المكان هنا أكيد ما كانش سهل الموضوع خالص. أنا شخصياً في برنامج جنعان لما بدأنا نصور للصناعات الهندسية من سنتين أو ثلاثة أو أربعة، عالم كبير خالص، كنت مرعوبة. مكان، منتجات، صادرات، حتى الشخصيات اللي بتقود المصانع نجوم. فاهم إزاي؟ حقيقة. اتعاملت إزاي؟ يمكن الحاجة الوحيدة اللي كنت محظوظة فيها اللي خلتني أتعلم لما دخلت، أن أنا جيت على كورونا فكانت الدنيا هادية، فكان عندي 6 شهور كنت بذاكر بس. بعد 6 شهور دول ابتدت تفك شوية الجائحة بتاعت كورونا وابتدينا نظهر للنور، والحمد لله ربنا كرم، كان توفيق من ربنا. 4.4 مليار دولار صادرات، وعندك حلم توصل ل 6 و7 مليار دولار بسهولة. ما شاء الله عليك، أنا بفرح من الرد المباشر ده. هتعمل ده ازاي؟ لو احنا السنة دي 2022 ل 2023 كانت سنة صعبة على العالم كله، فلو احنا كمجلس زدنا 12.5% كسنة، ومن يناير اللي فات 2023 ليناير 2024 انا زدت 25.5%، لو بالورقة والقلم مسكتها دوبل ان انا ازيد 50% كمان للسنة الجاية. ولكن عايزة بس الدنيا تستقر شوية دوليا ومحليا. طيب حطيتي خطتك؟ حطة خطتي. شكلها ايه وبتقول ايه؟ احنا بقالنا سنتين شغالين مع اليو اس ايد، معونة الامريكاني والمعونة الالمانية الجي اي زد، بنحاول نطور في قدرات المصانع المصرية، بعمل له برودكت ديفلوبمنت، بعلمه ازاي يصدر، وبعلمه ازاي يسعر، ببتدي باخد بايده واحدة واحدة، بطلعه البعثات، بطلعه المعارض الدولية، بجيب بعثات مشترين من بره. في كل البروسس من أول ما بيقول يلا أنا هسافر لحد ما أنا عايز أستورد مدخلات إنتاج علشان أعرف أصنع بساعده. كله بيساعد صح كده؟ كله بيساعد. حضرتك حضرت معانا إكسا وأنا كرمت بعض. حدث عظيم، أنت خليتي كل المجالس تغير منك. الحمد لله يا رب. كلنا نعمل إكسا، كل المجالس تستحق إكسا، وكلنا ممكن نعمل واحد مجمع، إحنا كلنا بنكمل بعض كمجالس، أنا في الآخر صناعة مصرية. إكسا حضراتكم شفتوا معنا ببرنامج جدعانة، وحدث عظيم جدا بيتعمل كل سنة لتكريم المصدرين في مختلف اتجاهات أو قطاعات الصناعات الهندسية، صح كده؟ صح كده. ومش متخيلين حجم الفرحة والضغط العصبي اللي كان الناس عايشين فيه عشان يفوزوا بجائزة إكسا. كان الاحتفال في قصر عابدين، قصر عابدين التاريخي، وبالتالي كان اللي بيطلع على المسرح الدوله اللي بتكرمه، مش مجرد المجلس. خلينا دي حقيقه، هو حاسس ان الدوله اللي بتكرمه. الناس كانت بتتنافس، انا هطلع السنه دي يعني هاخد جايزه، هاخد جايزه يعني هاخد جايزه. برافو عليكم جدا. دي الروح التنافسيه. شوف انا لسه بقول لك خلاتها ازاي. روح تنافسيه. انا من اول نوفمبر بلاقي الشركات بتحاول تزود تصدير، وكانوا بيدوروا على الدولار وفتح الاعتمادات. يا مدام مي عشان نلحق إكسا، ساعديني يا مدام مي، أنا كده هخرج من إكسا عشان يبقى واقف على المسرح ياخد جايزة إكسا. إيه رأيك في المقولة اللي بتقول أن السيدة لما بيبقى ليها مصدر دخل ما بيهمهاش خالص وجود راجل في حياتها أو لا؟ الناس متخيلة ان شغلانتنا سهلة وان انا بسافر بتفسح. انا على فكرة ما بتفسحش، انا ساعات ما بقليش وقت اكل. اسمحوا لي احكي لحضراتكم على شيء مهم جدا. ترشيح السيدة مي محمد حلمي للعمل كمدير تنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ما كانش سهل على الاطلاق، لان المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية كان قدامه أكتر من ترشيح، وكل ترشيح معاه وسايط قد كده، وعشان كده فضل 4 شهور كاملين يختبر في كل المتقدمين. هو كان على قناعة كاملة أن السيدة مي محمد حلمي هي الأحق بالمنصب، ولكن كان القرار بالغ الصعوبة وهيزعل منه ناس كتير جدا. كل واحد جاي مرشح ومتخيل ان هو الأحق بهذا المنصب، بينما كل الشروط اللي حطنها أعضاء المجلس للمدير التنفيذي لم تنطبق إلا على مي محمد حلمي. من هنا تم ترشيحها وتعيينها بعد 4 شهور كاملين، لدرجة انها تخيلت
أن الاختيار لم يقع عليها وأنها لم ترشح لهذا المنصب. خلونا نكمل. السيدة مي محمد حلمي قالت لنا إنها اتجوزت بدري من طبيب أسنان. الكلام ده كان سنة 2006 وده كان سبب انتقالها للحياة في القاهرة، وربنا أكرمها بالأمرين جورية 13 سنة ولولية 8 سنين وهم كل حياتها، وبجد بتحاول إنها تتفرغ ليهم بقدر المستطاع. تعالوا نشوف هتقول إيه عن حياتها. عايز اتكلم على البنوتين. بيلاقوك امتى؟ دور نور عينيا. انا دايما بحس بالذنب من ناحيتهم. كم سنه النهارده؟ اولا هم امارات، ربنا يحفظهم. الحمد لله. جورية 13 ولولية 8. الرياضه اللي بيحبوها ايه؟ في مدارس ايه؟ البنتين في مدارس فرنساوي، ليسي فرنسي ام ال اس. جورية غاويه كره قدم زي باباها، وبتحب تروح الجيم وكل ما له علاقه بالاكشن، هاندبول وكوره. لوليه بقى بنوته خالص، عكسها تماما. بالي، جمباز، سباحه، خف الدم. أيوة. وتسرق القلب. ولوليه بس جوريه بقى الظهر والسند، اعرف اعتمد عليها. سفريات العمل او على حسابك، تاخدي بناتك معاكي مثلا يتفسحوا؟ العمل لا، لكن انا في كل اجازاتهم في الصيف. بس خديهم يقعدوا في الاوضه، بينزلوا يعملوا حاجه معايا. ما اقدرش، مسؤوليه، اخاف، ما بيبقاش انا كويس. انا راك فتحت الموضوع ده. الناس متخيله ان شغلانتنا سهله وان انا بسافر بتفسح. انا على فكره ما بتفسحش. انا ساعات ما بلاقيش وقت اكل. انا ساعات بوصل القطي مش قادره امد ايدي اجيب كوبايه ميه، فاخد ولادي اعمل ايه؟ على الاقل هم هنا في امان مع امي. حياتك صعبه وانا مدرك. يعني احنا بقولك لساعات لما بنسافر نغطي معارض مثلا، وانا بأصر على زيارة المعارض الدولية عشان اوري الناس الشركات المصرية وحجم المنافسة اللي بتواجهها. احنا ما بنشوفش الشارع، احنا بنخلص 6-7 بتكون الشارع قفلت خلاص. بالظبط. انسي، انت يا دوبك بتوصلي الفندق وبتقولي ايه؟ طب نلاقي لقمة بس ناكلها. مزايا بيبقى اقصى طموحي الاقي مزايا. انا سعيد جدا مع حضرتك النهارده. ولادنا مهتمين بيهم جدا. العمل مش مقصر؟ لا مش مقصر. انا كل حفلات المدارس بتاعتهم بروحهم، بروحها كل اجتماعات المدرسين. بالعكس، انا الميزه الوحيده اللي في شغلي اللي لمستها في التربيه وانصح بيها اي ست، ان انا عشان انا مشغوله فما بيبقاش عندي وقت ان الولاد اقعد اعمل لهم كل حاجه من اي تو زد. فطلعت اطفال معتمده على نفسها. بحضر كل اعياد ميلاد صحابهم، حفلات خروجاتهم، بوديهم وبجيبهم. انا موجوده كأم طول ما انا موجوده في مصر 100%. ومدرسين دايما في اول السنه بروح بقابلهم وبفهمهم طبيعه شغلي، بالذات بنتي الصغيره، وان انا مش متواجده كتير وهم متفاهمين ذلك. ايه رايك في المقوله اللي بتقول ان السيده لما بيبقى ليها مصدر دخل ما بيهمهاش خالص وجود راجل في حياتها او لا؟ لا بالعكس، الست من غير راجل بيبقى فيه حاجه كبيره نصها مفقود، حياتها الشخصيه مفقوده. لا دي نظريه خطا. يديها جرأه انها تبقى قويه في التعامل معاه، انها تعرف ترد. الراجل في الاخر ظهر وسند، يعني حاجه مهمه. ما ينفعش نقول ان الراجل مش مهم، ولكن ما ينفعش يتاخد ند، صح ولا لا؟ ما ينفعش، مش هتمشي الحياه. جيت على نفسك عشان خاطر ولادك؟ انا ما بعملش حاجه غير اني باجي على نفسي بس عشان الولاد. ربنا يكملك بعالك ويزيدك نجاح كمان في مجالك. عايزين نروح زياره مهمه جدا لمصنع هام جدا مصر عشان نوري الناس يعني ايه صناعه هندسيه، ونتطرق الى كل قضايا القطاع الهندسي. تمام، يلا بينا. ساعات كتير بتلكك، بيبقى عندي بايرز وانا بحب اجي بتلكك، بحب جدا ازور المصانع. مي بمنتهى البساطه كده لو حبيت تلخص، هي دينامو المجلس، دينامو الفريق التنفيذي. ساعات كتير بتلكك، بيبقى عندي بايرز وانا بحب اجي بتلكك، بحب جدا ازور المصانع. مي بمنتهى البساطه كده لو حبيت تلخص، هي دينامو المجلس، دينامو الفريق التنفيذي. السيده مي محمد حلمي دعتنا لمشاركتها واحده من جولاتها المستمره في المصانع الخاصه بقطاع الصناعات الهندسيه. ما هي لازم تتعرف على التحديات اللي بتواجه المصنعين، والزياره كانت لمصنع باساب للاجهزه الكهربائيه في العاشر من رمضان
واللي بينتج التلاجات والمبردات والفريزرات والسخانات والغسالات وكمان البوتاجاز قريب جدا. واستقبلنا في المصنع المهندس شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة باساب ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والسند الأول بعد ربنا للسيدة مي محمد حلمي، هو رئيس المجلس اللي هي المدير التنفيذي بتاعه. وبجد المصنع قلعة من قلاع الصناعة، تعالوا نشاركها جولتها في مصنع الغسالات. الدينامو مي حلمي، اتبسطت من دعوتك لينا ان احنا نزور معاكي احد مصانع الصناعات الهندسيه. ده مصنع كبير جدا، غسالات وثلاجات ومبردات وغيرها، ولكن مديره المجلس التصديري للصناعات الهندسيه، هل المفروض انها دايما تزور المصانع بالشكل ده؟ وليه بتعملي كده؟ طبعا انا من اسعد لحظات لما بشوف المنتج ولما بشوف الماده الخام بتتحول لبرودكت قدامي، وبحب جدا زيارات المصانع حتى عشان لما بسافر واتكلم عن المصانع والقدره الانتاجيه المصريه ابقى شفت وابقى عارفه انا بقول ايه، ابقى بتكلم بقلب. ساعات كتير بيجي لي مصانع وشركات عندهم مشاكل ومش عارفين يبرزوها، وساعات ببقى انا مش عارفه حجم الانتاج، هل مستاهله ان احنا نقعد نحارب؟ بروح الاقي مصانع عمالقه بس هم ما عندهمش القدره ان هم يوصلوا للبلد والحكومه ولينا. هو ملبوخ في الصناعه، هو مش فاضي يعمل ده. في ساعات بنتفاجئ ان احنا عندنا هذا القدر والكفاءه من الصناعات في مصر. دي كلها حق، شايفه جمال ده، كل ده صناعه مصريه 100% حق. ولا حاجه من دي مستورده. الغساله دي احنا طبعا يا جماعه في مصنع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس اللي هو تريدكو الصياد. الراجل ده مكن الحقن اللي عنده مكن مهول بجد، هتشوفوه دلوقتي. ولكن لما قطع زي دي ونوصل بالمكون الكامل للغساله دي، مكون المحلي 90% و95%، ده انجاز كبير جدا لمصنع بصاب. فده معناه ان مصر قادره، المنتج المصري قادر. وراح في الوسابها لي ومشي. ماشي نكمل. طيب انت دلوقتي بتيجي هنا عشان تسمعي مشاكل الناس، التحديات اللي بتواجههم، ولا عشان مثلا انا عندي باير وعندي مشترين وناس جايه المجلس وعايزه منتجات فباجي عشان اساعدهم برضو واجيب الناس؟ كذا سبب. ساعات كتير بتلكك، بيبقى عندي بايرز وانا بحب بتلكك بحب جدا ازور المصانع وبتبسط جدا لما يقول مدام ماي تعالي زورينا في المصانع. ساعات ببقى جايه لدعوه احل مشكله، ما اشوف حاجه معينه محتاجه تدخل حكومي ما، والجهات كلها ما بتتاخرش الحقيقه. طب خليني اسالك سؤال، لما بتجيبي هنا الباير او المشترين اللي هم عايزين يستوردوا منتجات مصريه وبيشوفوا قوه الصناعه في مصر بالشكل ده، بيبقى عليهم ايه؟ انبهار، بتلاقي انبهار على وشهم. انا لما بجيب الافارقه سبيشال، الافارقه او الاجانب حتى من المانيا من انجلترا الاتحاد الاوروبي اللي بيجوا بيستوردوا من عندنا، بيبقى عندهم حاله من الانبهار. كفايه مصنع ام سي في بتاع لندن باص، كل ده بيتصنع عشان يتحمل، مفيش مكان للتخزين، مفيش وقت تخزين، مفيش وقت. في ناس كتير ما عندهاش الفكره قد ايه مصر متقدمه صناعيا، هم عندهم فكره ان مصر الجمل، وده اللي احنا بنحاول نغيره عن طريق البعثات والمعارض اللي احنا بنعملها. وهذه العظمه وعندك مقدره تطلع بكذا شحنه كذا غساله بالالف والالفين والعشر تلاف طبعاً. عادي. خلي بال حضراتكم، السيده مي محمد حلمي لسه راجعه من بعثه تجاريه في ليبيا، وكان معاها 15 شركه متخصصه في الصناعات الهندسيه، وزاروا مدن مصراته وطرابلس وبني غازي، وبدا التصدير فعليا لليبيا، وبيجهزوا دلوقتي لبعثه جديده للمغرب خلال شهر يونيو 2024. وطبعا المغرب سوق ضخم ومتعطش للمنتج المصري العالي الجوده. دلوقتي احنا عندنا في مصر 13 مجلس تصديري، منها المجلس التصديري للصناعات الهندسيه اللي حضرتك المدير التنفيذي بتاعه. هل انا كمدير تنفيذي دوري مجرد استشاري بدري واهرب، ولا انا قادر ان انا اكون وزاره التجاره على انها تاخد قرارات لصالح المصنعين؟ احنا كمجلس تصديري للصناعات الهندسيه جهه استشاريه لوزاره التجاره والصناعه لوضع خطه لتنميه وزياده صادرات القطاع الهندسي. تمام. بنعمل ده عن طريق المعارض الدوليه والبعثات التجاريه واستقطاب بعثات مشترين لداخل مصر. اما حته ان انا دوري كاستشاري فما عندناش اي سلطه او اي قرار او اي تواصل مع وزاره التجاره والصناعه، بالعكس تماما، احنا صوت المصنع المصري للحكومة المصرية، صوته وظهره كمان. أي مشاكل بيواجهها مع وزارة المالية إحنا اللي بنحلها، سواء جمارك سواء ضرائب
سواء صندوق دعم الصادرات. فإحنا بالتعاون مع جميع الوزارات ليس فقط التجارة والصناعة بنحاول نحل كل المشاكل اللي بتواجه المصدرين، والحقيقة في توجيهات واضحة من معالي الرئيس لتذليل كل العقبات في صالح ان احنا نزق بعجلة التصدير. دلوقتي في مبادرة بدأت فعليا لرد الأعباء التصديرية للمصنعين، صح ولا لا؟ صح. رد فعل الناس ايه؟ احنا بقالنا شهور مستنيين. الناس مبسوطة ان تم الاعلان عن هذه المبادرة، لان فعلا هي اتأخرت شوية وكل المجتمع التصدير مستني هذه المبادرة، وبالفعل الناس ابتدت تقدم ورقها، والصندوق طلب كل المستندات، والشركات في الوقت الحالي بتستوفي هذه المستندات لرد الاعباء. التحرير سعر الصرف، انا بسألك اسئلة سريعة بس مهمة جدا للناس تعرفها، ما انتهز فرصة وجودك معانا. المجلس التصديري للصناعات الهندسية النهاردة بدأنا ناخد فلوس من البنوك الدولار عشان نجيب خاماتنا اللي محتاجينها من بره، والدولار مع التحرير الجديد 50 ان شاء الله 60 مش فارقه معانا، المهم انه متوفر ونقدر نجيب خاماتنا من بره، صح ولا لا؟ الفتره الحاليه بعد ما حررنا الدولار للساده المصنعين والمصدرين احسن بكتير. يعني الناس حاسه بالكلام ده؟ الناس حاسه، لان انا بروح افتح الاعتماد بلاقي الفلوس، بلاقي الدولار، بدخل البضاعه اللي قاعده عطلانه بقالها كتير في الجمارك، عايزه استورد مكون. الاولويه ليهم، خلي بالك الاولويه ليهم. عايزه استورد مكون محلي، البنك بيدبر لي عمله، فبقدر في ساعتها ان انا شغلي يمشي، عجله الانتاج بتمشي. كل اللي احنا بنطلبه ان يفضل فيه هذه السيوله ويفضل فيه تواجد الدولار في البنوك. مبسوط جدا بالزياره معاك النهارده، ومفاجاه حلوه ليا ان انت تورينا خط بقاله شهر ونص شهرين شغال، هيصدر الشهر الجاي، صدر رايح على لبنان. برافو عليهم بجد، شكرا ليكي، وشكرا على الزياره، وشكرا لمجهودك، انت من افضل من يدير مجلس الاداره في مصر. شكرا لك. شكرا. تعالوا بقى نقابل المهندس شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة باساب ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عشان يكلمنا عن السيدة مي محمد حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وهم شركاء في النجاح اللي تحقق خلال العام 2023 بوصول قيمة صادرات القطاع لحوالي 4 مليارات و400 مليون دولار. مي، بمنتهى البساطة كده لو حبيت تلخص، هي دينامو المجلس، دينامو الفريق التنفيذي. وجود مي في المجلس كدينامو وكقوة محركة هو ده اللي بيشد الفريق التنفيذي كله بالكامل لتحقيق أهداف مجلس الإدارة، وأهداف مجلس الإدارة في الآخر خالص هي بتعكس أهداف الدولة في زيادة صادراتها والحلم اللي احنا عايزين نوصله ال100 مليار دولار. مي عندها ولاء ووطنية غير طبيعية، هي بتتأثر نفسيا في حالة انخفاض الصادرات، وأنا بقدر أشوفها على وشها. فبجانب الولاء وبجانب الوطنية اللي عندها، هي علاقتها ممتازة بجميع رجال الصناعة، بجميع قيادات الحكومية، بجميع رؤساء مجالس الشركات، وده يمكن اللي بيخليها أنا قريبة من الشركات، تعرف المشاكل، وفعلا هي بتفضل ورا تحدي بشكل شخصي وبشكل، خلينا نقول بشكل فردي، مع الشركات ان هي تحل لهم مشاكلهم وتقدر تزود الصادرات. كرئيس شركه تريدكو للصناعات الهندسيه، احنا شركه عضو في المجلس التصديري وبنستفاد بالنشاطات بتاعته، وفعلا انا لاحظت زياده في حجم صادراتنا الفتره اللي فاتت في خلال 3 سنين اللي فاتوا، لانه خلينا نقول جوده البعثات التجاريه اللي احنا بنطلعها، جوده المعارض اللي بنشترك فيها. اشتركنا في البعثات التجاريه زي ما اشتركنا في بعثه تجاريه في السعوديه في ديسمبر 2023، وان شاء الله احنا هنشترك في بعثه تجاريه في المغرب بمنتهى الاهميه، دولة في منتهى الأهمية، وفعلا لو ركزنا على بعض الدول اللي حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر، زيادة الصادرات هتوصل وهتتضاعف في فترة قصيرة إن شاء الله. عارفين لما نقول التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، السيدة مي محمد حلمي اتعلمت في مدارس الراهبات بالأسكندرية الانضباط والالتزام والتحمل المسؤولية، وده سر نجاحها في المجلس التصديري للصناعات الهندسية. هي بتحس إنها مسؤولة عن كل مصنع في القطاع، وإن دورها تذليل الصعاب اللي بيواجهوها وفتح أسواق العالم قدام منتجاته، ومساندة كل مصنع يومياً بيكلمها نجوم الصناعات الهندسية، وهم فعلاً نجوم ومنتجاتهم في كل أسواق العالم، ويشكلها همومهم والتحديات اللي بيواجهوها، وهي بتسمع بإنصات وتركيز، ووقتها بتتحرك فوراً ومش بتهدى غير لما تلاقي الحل. سيدة بميت راجل بجد. ما
السيدة مي محمد حلمي منذ تعيينها في 15 أغسطس 2020 كمدير تنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وهي قلب المجلس، مؤتمرات وبتنظم معارض وبتشارك بعثات تجارية وبتسافر فورا لسه راجع من تونس وبتنظم للمغرب، كمان جهات دولية بتشارك معاها، جهات متخصصة في التنمية للنهوض بالقطاع، خبراء بتستقدمهم من الخارج، قضايا هامة جدا بتدخل فيها بقوة زي قضايا زيادة المكون المحلي، هي بقت باختصار شديد جدا رأس حربة للقطاع الهندسي المصري. وبالتالي لما تقول لنا السيدة مي حلمي اننا بنحارب عشان نكسر حاجز $5 مليارات خلال العام 2024 لازم نصدقها. نشوفكم بكره.